السلام عليكم. هنحل المسألة الثانية من الاونلاين كولكشن راوند الأولى من EY 2018. في المسألة بتقول لك إن عندك N جنود، كل جندي فيهم ينفع يبقى وورير أو أرشر. لو خليته وورير هيزود قوة الجيش ب W of I، ولو خليته أرشر هيزودها ب A of I. في شرط إن أنت لازم يبقى عندك at least W warriors و A archers. عايز تعرف أكبر قوة ممكن تخليها للجيش بتاعك. فأول سب تاسك اللي إن آخرها 20، فاحنا ممكن نعمل حل بطيء جدا اللي هو 2 بار N، بإن احنا نجرب كل ال assignments الممكنة. تعال نكتب الكود. في الأول هناخد عدد test cases. بعد كده في لاين فيه تلاتة انتجرز لما انه دبليو اي. بعد كده هناخد لكل واحد فيهم كل واحد دبليو اوف اي و اي اوف اي. بعد كده هندوب على كل الماسكس. لازم نتأكد ان الماسك ده فيه فعلا W warriors و A archers. ممكن نعتبر مثلا ان واحد معناها warrior، فنعد عدد الوحيد. لو عدد الوحيد أقل من W، أو إن بقيت إن الباقي طلع أقل من A، يبقى الماسك ده مينفعش. غير كده فهو ينفع. عايزين نحسب السكور بتاعه أو الباور بتاعته. لو ماسك فيه البيت رقم اي واحد فاحنا هنعتبره وورير. غير كده فهنعتبره ارشر. بعد كده ممكن نعمل انصف في الاول بالصفر ونماكسمايز معاه. نضرب كود. بيطلع السامبل صح. كود بيجيب أول تاسك.